بداية، بماذا تعلق على اتهام وزارة الدفاع التركية للدولة اليونانية بالتحرش بالمقاتلات التركية التي كانت تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط؟ يعني أولا، يعني الخلافات بين اليونان وبين تركيا هي خلافات عميقة وخلافات قديمة، رغم أنه تركيا هي التي وافقت على دخول اليونان إلى حلف الناتو، ولكن النزاع والخلاف حول الجزر والتي تقع حاليا تحت سيطرة اليونان هي بالأساس كانت جزر تركية، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية قامت الدول الأوروبية التي كانت تحتل هذه الجزر بتقديمها كهدية إلى اليونان من أجل أن تبقى وأن تشتعل الخلافات دائما بين اليونان وتركيا. تركيا حتى الآن هي تنظر على هذه الجزر وعلى هذا الأرخبيل الموجود في البحر الأبيض المتوسط على أنها جزر تركية ولا يمكن أن المساس بها، وهي تنظر إليها على أن اليونان هي من تقوم باحتلال هذه الجزر. هذا أولا. ثانيا، هناك كذلك خلاف حول عمليات التنقيب عن النفط والغاز من قبل تركيا. اليونان دائما تعترض عمليات التنقيب وعن التنقيب الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط. كذلك النقطة الثالثة في الخلاف هي موضوع قبرص وتقسيم الجزيرة بين قسمين، وفي أحد الأقسام توجد القوات التركية وكذلك القبارصة الأتراك. النقطة الرابعة من الخلافات، دائما الخلافات هي خلافات على الحدود، هي خلافات موضوع اللاجئين الذين يعبرون من تركيا إلى اليونان ومن ثم إلى وسط أوروبا.